اشياء قليله او سمول هي اربع انواع: سلايدنج بليتس وكمبريشن سيل جوينت واسفلت بلاك جوينت وكور سيل جوينت. راح واحده واحده نشوف. هذا هو السلايدنج بليت، عباره عن قطعه بليت تستند على مقاطع زاويه وترتبط بالدكسلاب بين الجهتين وتستوعب الحركه بشكل خلينا نقول سلايدنج بهذا الاتجاه. هي تعتبر هاي من خلينا نقول المفاصل السهله التركيب والاقتصاديه ايضا. دائما تاثر بالمشاريع او الجسور بالفضاءات الصغيره. طبعا بها انكرج وترتبط ب دكسلاب. مناسبة هاي أيضا نوع مناسبة للفضاءات الصغيرة المتوسطة، سهلة التركيب وقليلة الكلفة مثل ما قلنا. النوع الثاني اللي هو من السمول موفمنت اللي هو الأسفلت بلاك جوينت. هذا عبارة عن جزء خلينا نقول فلكسبل يكون في بالجاب اللي موجودة بين الفضاءات ويتم تغطيتها بالأسفلت فيسمى بالأسفلت بلاك جوينت. من فوائده يوفر طريق سلس ما تحس انه اكو جوينت، استمراريه الى حركه المرور. هو نفس الاسفلت راح يصير كونتينوس فما راح نحس بوجود هذا النوع من الجوينت. الى قدره لمقاومه المياه وحتى الثلوج في بعض المناطق اللي فيها ثلوج وما يتراكم ما تتراكم عليه انقاض وما ينزل لا ينزل مي ولا تنزل انقاض من الجوينت الى من مساند الارتكاز. النوع الاخر اللي هو من السمول موفمنت كومبريشن سيل جوينت. هذا الجزء راح نشوفه بهاي الصوره بعد اوضح. هذا الجاب اللي موجوده بالمفصل عباره عن جزء الاستيك قابل ومرن قابل للانضغاط ويستوعب حركه الجسر بهذا الشكل. وفي انكرز من اليمين واليسار يرتبط مع خرسانة الأسفلت. هذا هو شكل آخر للكومبريشن. فوائد هذه المفاصل هي قابلة أن تتكيف بالشكل اللي تريده أنت وتستوعب أي حركة للمنشأ لأنه هو إلاستيك مرن وكلفته أيضا معقولة وسهل الاستبدال. النوع الأخير من هذا الجروب اللي هو السمول موفمنت هو بور سيلنت جوينت. عبارة عن مادة سيلنت فلكس تملي هذا الجاب للجوينت وترجع طبقات الأسفل عليه. أيضا من فوائده هذا ممكن نستخدمه بسهولة ونسوي عملية التسوية بشكل سهل وممكن تنفيذه بفترة زمنية قصيرة أيضا. وهو خلينا نعتبره شيء مثالي في حالة أنه تقطع جسر وتريد تنفذ عملية استبدال المفصل بشكل سريع لأنه ما مسموح لك تقطع الجسر لفترة طويلة. ممكن هذا النوع يوفر لنا هاي الفرصة. بس هذا أيضا تعتمد على حركة المفصل الزياد هو يعني هل هو الجسر هو بهذا المقدار اللي يغطي هذا النوع أو ما اللي هو small movement. أيضا هو يتمتع بخصائص مرنة نتيجة وجود هاي المادة اللي هي الفلكس. الميديوم موفمنت نوعين: ستريب سيل جوينت والفينجر بليت جوينت. راح نشوف هسه بالصور واحده. هذا هو الستريب. من اسمه ستريب. ستريب جوينت بي انكرز يرتبط لاحظوا هنا ارتباطا مع جسم الجسر عن طريق الدكسلاب و يكون بعدين ينصب ويصير قطعة واحدة. هذه هي ستريب جوينتس. هذا أداء جدا جيد ويتم استبداله بأدنى حد من الانقطاعات المرورية لأنه يكون اوريدي هو مصنع ويجي إلى موقع الجسر وينفذ يعني ينشال بفريم وينفذ بهذه الطريقة. راح نشوف إن شاء الله مقطع فيديو إذا صار لنا مجال. فينجر بليت جوينت او خلينا نقول المفاصل اللي هي الاصابع بشكل اصبعي. هذا التداخل اللي نشوفه هسه بانواع تداخل على شكل حرف V، تداخل خلينا نقول طولي
الآخر طولي أيضا هذا يستوعب حركة المنشأ في قيمة متوسطة وتركيب أيضا يحتاج إلى نوع من الدقة وهم إن شاء الله نشوف إذا صار لنا وقت نشوف مقطع الفيديو أشكال مختلفة للحركة المهم هذا دي عيوب بسيطة عندنا بالعراق وهي يعني عيوب قد تؤثر على سلامة المنشأ إنه جونا وطريقنا كله أتربة وأطيان فأحيانا هاي الحركة أو هاي الفراغ اللي يكون بين الفينجرز يملي بالأتربة ويملي بالأوساخ فيقيد حركة المفصل وتنقل الإجهادات اللي من شأنها كان هو المفروض يشيلها الجوينت تنقل إلى المنشأ العلوي ومنها إلى المنشأ السفلي وقد تحدث أضرار أخرى نتيجة وجود هاي الأتربة فهذا لي عيب لأنه إحنا إجوانا بها أتربة الفينجر تايب او الاصبعين خلينا نقول استخداماته للحركه المتوسطه واحيانا حتى للحركات الكبيره للموفمنت الكبير صناعته هو عباره عن بليت تنسال يعني هاي تنسال بليت ويثبت على هيكل حديدي وقادر على تحمل كل هاي الاحمال اللي تجي نتيجه حركه يعني يكون صلب ومتين ديوربل اكثر من باقي انواع المفاصل. فوائده يستوعب جميع العزوم للمنشأ أفقيا وعموديا ومناسب للفضاءات المتوسطة وحتى الكبيرة كذا. صامت ما يطلع لنا صوت وما به أي انزلاق ولا اهتزاز وسهولة الفحص أو الصيانة ولو يعني صيانته هنا العراق هنشوفها تكون صعبة مو مثل ما باقي البلدان. النوع الأخير اللي هو large movement اللي هو يستخدم بالفضاءات الكبيرة والcontinuous نوعين هو النوع الأول هو walk down panel joint والmodular elastomeric seal joint. هذا هو bolt down panel joint شكله عبارة عن جزء حديدي مرتبط بأجزاء أخرى و علاقته بالمنشأ أو بالجكسلاب من خلال بولتات هذا شكل آخر يبين هذا هي البولتس اللي تتثبت وبأنكرز ترتبط بسقف الجسر أو سطح الجسر فوائده يتصنع بقياسات مختلفة وممكن يشيل كل الموفمنت اللي نحتاجها بأي قياس مودلر الاستوماليك سيل جون هذا من يقول المن يشبه يا جوينت احنا نمر عليه دائما هذا بالضبط نفس الاكسبانشن جوينت اللي هو جسر الجاذبيه مودلر الاستوماليك سيل جون وكنا نعرف جسر الجاذبيه هو عباره عن جسر كونتينوس فترات طويله فهو هذا النوع اللي يستوعب مثل هاي الحركه وهسه هو شفنا الجسر بهواي اغراض المفصل التمدد صناعته معقده بتفاصيل انشائيه كبيره ايضا راح نشوفها في مقطع فيديو هو مصمم ان يمنع الاتربه ويمنع مرور المي بنوع من السيرنت ويستوعب حركه المنشأ بحركات يعني موفمنت عالي و الأجزاء المفصل هي تتوسع تتقلص بشكل موحد وحتى أحيانا يصمم هذا لحركات الزلزال هذا جدول يعني يمثل لنا اختيار المفصل نوع المفصل وحسب الحركة ما راح نستعرضه لأنه استعرضناه بالسلايدات الأخرى راح نشوف هسه مقطع فيديو اللي هو
هذا هو الفينجر تايب راح نشوف، وهذا هو الجزء السيلنت اللي يصير تحت المفصل اللي يمنع تسرب المي. لاحظوا مدى التعقيد والاجزاء اللي تتصل بهذا الجزء. هذا هو الفينجر تايب. يستند على جزء حديدي، لاحظ هذا الجزء الحديدي، وهاي القطع هي اللي بعدين تتركب على هذا الجزء الحديدي من خلال هاي البورتات. لاحظوا التهيئة، وهذا هو الووتر بروف اللي يصير بالجاب اللي بين الفضائل. هذا هو وظيفته، يعني يمنع تسرب المياه والأتربة ما تنقل إلى أسفل الجسر، يعني ما تنقل إلى مساند الارتكاز. لاحظ من هاي الفقرات عملية تنفيذ مفصل التمدد يحتاج إلى دقة عالية، ويحتاج إلى ناس يعني بروفيشنال بتنفيذ هاي الفقرة، لأنها يعني فقرة تخصصية، يعني مو سهلة التنفيذ، يراد لها دقة، يراد لها استقامة، يراد لها مناسيب مضبوطة، يعني استخدام مواد صحيحة مطابقة للمواصفات، ويحتاج لها أيضا إلى وقت الكافي لتنفيذ كل أجزاء هاي الأنواع من الجوينات بالشكل الصحيح وبموجب التكنيكال الداتا شيت لكل مفصل. كل مفصل بي تكنيكال داتا يوصيك، يقول لك الخطوه الاولى 1 2 3 4 5 لازم تمشي بيها. احنا في تنفيذ المفاصل التمدد ما نراعي هاي القضايا الدقيقه بالتنفيذ، وما نستخدم او ما نجيب كادر بروفيشنال، يعني اكثر الكوادر اللي تجي جزء بس واحد يعني بروفيشنال، باقي عمال، فما يقدر اهميه اي فقره مهما تكون الفقره بسيطه بالتنفيذ، فهي مهمه من شانها ان تحسننا من اداء الاكسبانشن جوينت.